دلوقتي سعر الذهب واخد في وشه وطالع، هل برضه هنستثمر فيه ولا لا؟ وهل دلوقتي وقت مناسب لشراء الذهب وتخزينه بغرض الاستثمار في المستقبل؟ وايه رأي المتخصصين وتجار الذهب في الموضوع ده؟ يلا بينا نعرف. بانكير نبض البنوك. سعر الذهب دلوقتي اللي اشهر واكتر جرام بيتم تداوله وهو عيار 21 وصل عند 2725 جنيه، ويمكن يتغير واحنا بنتكلم دلوقتي. طبعا ده سعر عالي على كتير من الناس. السؤال هنا، هل هنفضل نشتري ذهب ولا لا؟ علشان نحسم الموضوع ده سألنا تجار الذهب، واللي اكدوا ان الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب سواء بغرض الزينة او للاستثمار، وده بالرغم من تسجيله لارقام قياسية زي ما قلنا. رأي التجار والمتخصصين في الموضوع ده هو ان الذهب بالرغم من ارتفاع سعره في الوقت الحالي، لكن برضه هو مخزن القيمة، بمعنى ان هو مستحيل يخسر. احنا قلنا ان رأي التجار اكيد هيحفز الناس على شراء الذهب، وده طبيعي علشان هم هيستفيدوا من اي حالة رواج للبيع، وعلشان كده طلعنا تصريحات لمسؤولين بشعبة الذهب الغرفة التجارية زي نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، واللي اكد ان اسعار الذهب شهدت زيادات متتالية في الفترة الاخيرة ونتيجة للاحداث العالمية، فهي هتكمل في اتجاه الصعود، وان لسه الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب لانه السند الحقيقي في اوقات الازمات. طب اكيد حضرتك هتقول، وايه السبب في ارتفاع اسعار الذهب بوتيرة عالية قوي الفترة اللي فاتت كده؟ والاجابة هو ان سعر الذهب شهد ارتفاعات متتالية في السوق المحلي نتيجة الارتفاع العالمي وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، في ظل حالة التخبط اللي شهدها السوق المحلي. والمتخصصين شايفين ان استمرار ارتفاع اسعار الذهب مرهون باستمرار زيادته عالميا وزيادة الطلب عليه في السوق المحلي، لكن هيبقى الذهب هو افضل وسيلة تحوط امانة واستثمار مهم على المدى البعيد. يا ترى ايه اللي هيحصل في اسواق الذهب الايام اللي جاية؟ ده اللي هنتابعه معاكم اكيد لحظة بلحظة. انا اشرفت اشرف، والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.